انطلقت بأمريكا الحملات الانتخابية للديمقراطيين والجمهوريين لترشيح من ينتخب لخوض سباق الرئاسيات للعام 2016. أعتقد أنه من الإنصاف أن أقول أفلا تريدون أن تتبوأ في يوم ما رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية امرأة؟ لكن الوضع مختلف جدا بعد 8 سنوات، فالحزب الديمقراطي يبدو أقل انقساما، ويبدو أن هيلاري كلينتون ستتمكن بسهولة من اجتياز عقبة الانتخابات التمهيدية، لأنها لا تواجه خصما حقيقيا إلا إذا حصلت مفاجأة كبيرة. وإذا كان أوباما قد تفوق على هيلاري كلينتون في الانتخابات التمهيدية داخل الحزب الديمقراطي للانتخابات الرئاسية في 2008، فإن كلينتون أصبحت اليوم محاطة بمستشاري أوباما لتفادي الهفوات التي شبهتها في المحاولة الأولى. ومن المعسكر الجمهوري أطلق روبيو، وهو سيناتور عن ولاية فلوريدا، حملته من ميامي مركز الأمريكيين من أصل كوبي، ليكون المرشح المهم الثالث في السباق الذي سيشهد تنافسا كبيرا قبل 9 أشهر على بدء الانتخابات التمهيدية للحزب. وولد روبيو في 1971 من والدين كوبيين، هاجر إلى الولايات المتحدة، وسيصبح في حال انتخابه أول رئيس أمريكي حذر من أصل أمريكي لاتيني. هذا وأصبح سيناتور راند بول والمحافظ والمدافع عن الحرية الفردية، والذي كان من أوائل وجوه حركة حزب الشاي، ثاني شخصية جمهورية ذات وزن تنطلق في السباق إلى البيت الأبيض. ووعد المرشح الجمهوري راند بول بكشف سار عن تضارب مصالح مفترض في مؤسسة كلينتون، وهو بذلك يعقب تيد كروز الذي انطلق قبل 2 أسبوع في السباق للفوز بترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية. أما استطلاعة الرأي فتشير إلى تقدم الجمهوري جيب بوش، والذي يكبر ب5 سنوات روبيو في نوايا التصويت للانتخابات التمهيدية للحزب. وكان جيب بوش حاكما لفلوريدا طيلة 8 سنوات، وهو يتمتع بتقدم كبير على غيره من الجمهوريين بفضل شبكات المعارف التي يستفيد منها بفضل والده وشقيقه الرئيسين الأسبقين للبلاد.